تقدمنا اليوم بأوراق الترشح عن الدائرة الخامسة، سألنا الله التوفيق والسداد. ما في شك أن الانتخابات اليوم تأتي في مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت، حيث يتطلع الناس إلى الإنجاز، يتطلع الناس إلى الاستقرار، يتطلع الناس إلى التنمية. الفترة الماضية مرت الكويت بمراحل كثيرة من الصراع السياسي اللي أثر على تحسين معيشة المواطنين، أثر على التنمية في البلد. لذلك مطلوب فترة من الهدوء، فترة من التعاون، التعاون البناء ما بين مجلس الأمة وما بين الحكومة، تعاون قائم على احترام المادة 50 من الدستور، حيث تعاون السلطات، حيث التعاون السلطات واحترام بعضها بعض، بحيث ما يطغى أي سلطة على سلطة أخرى. الهموم كثيرة، اللي ينتظر الشعب كثير. تأخرنا كثيرا في مجالات التنمية، تأخرنا كثيرا في مجالات تحسين معيشة المواطنين. لذلك نتطلع إلى المجلس القادم أن تكون أولويته المواطن وتحسين معيشة المواطن وتحقيق الإنجازات والتنمية المنشودة. لابد أن تأتي الحكومة القادمة ببرنامج عمل واضح المعالم، محدد الأهداف، من خلاله تستطيع النهضة بالبلاد، لتكون على الأقل في مصاف دول المنطقة. لابد أن تكون من أولويات الحكومة القادمة تنويع مصادر الدخل، حيث أن النفط كمصدر طاقة ناضب نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، نحتاج إلى تحسين معيشة المواطنين، نحتاج إلى استكمال الخدمات اللي تنقص الكثير من المناطق، خصوصا الدائرة الخامسة. كما يعلم الجميع، الدائرة الخامسة هي أكبر دائرة في الكويت. المستقبل راح يكون شمال وجنوب. مستقبل الكويت طبعا مثل ما انتم عارفين، الدائرة الأولى والثانية والثالثة خلاص سكرت، مناطق سكنية جديدة ما في. أي منطقة سكنية قادمة راح تكون غالبا في المنطقة الشمالية أو المنطقة الجنوبية. المنطقة الجنوبية بتكلم عنها لأن دائرتي تفتقر إلى الخدمات، لا جامعة، لا مستشفى، لا خدمات أساسية. فإذا كنا بننتقل، وخصوصا المناطق الجديدة كثيرة هناك، صباح الأحمد، جنوب صباح الأحمد، وفرة السكنية، الخيران السكنية، مناطق فيها ما يقارب 40,000 وحدة سكنية تفتقر إلى الخدمات. فالتنمية تبدأ من توفير العيشة الكريمة للمواطنين، من توفير الخدمات الأساسية، ومن التنمية. هذه أهم الأمور التي نطرحها إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والسداد، وشاكر لكم استماعكم. شكرا للجميع. يعطيك العافية، معك الإعلامي فهد عاشور من صحيفة جرس الإلكترونية. اليوم نزولك بالدائرة الخامسة، ما تشوف أنه راح يسبب تخربط ما بين الأصوات بينك وبين عيال أمك؟ طبعا كبلد ديمقراطي المجال مفتوح للجميع. قضية الأصوات وقضية هذه في علم الغيم، الكل يسعى، لكن احنا ما نمثل فئة محددة، احنا نمثل الشعب الكويتي كامل. رسالتنا للشعب الكويتي كامل، نمثل الشعب الكويتي من خلال ناخبين الدائرة الخامسة. ما في أحد يطغى على أحد، اللي يقنع الشعب الكويتي بأطروحاته وبخطه وبنهجه، الشعب الكويتي راح يعطيه ثقته. واللي يتحمل المسؤولية في الفترة العصيبة هذه لابد أن يكون على قدر المسؤولية. التحديات كبيرة، شعوب المنطقة أو دول المنطقة تجاوزتنا كثيرا، مع أننا كنا حنا السباقين في قيادة التنمية في المنطقة كلها، تأخرنا كثيرا. فنسأل الله التوفيق للجميع، الكل إخواني، الكل عيال عمي، التنافس محمود بين الجميع، واللي الله كاتب له إن شاء الله للتوفيق، نسأل الله أن يعين على هذه المسؤولية.